الزميلة نورا النوني اليوم جينا باش نحضروك وبغينا نعرفوا قضية الاعتداء ديال الابنة ديالكم، بغيناك تقولي لها الظاهرة بصفتك كصحفية. شكرا منبر عبير، شكرا لجميع الزملاء اللي طامنوا معايا. وهاد الدائره راه دايره بزاف، يعني عصابه مشكله من 10 اشخاص، 6 ديال الاولاد ومعهم 4 البنات مدججين بالسيوف البيضاء وبالسناسل، تيهودوا بالماطر يعني، وكيتكرفصوا على الوليدات داخل المؤسسات النواحي ديال عين الشق، كيمشيو لجميع المؤسسات واللي لقاوه داير يعني شي سنيسله تياخذوها ليه، اللي لقاوه بالبورطابل تيتكرفصوا على البنيه، تيحيد لهم الكاسكيطات من فوق ريوسهم، يعني تيكونوا بزاف بالسيوف، الناس ما كتقدرش شدوي منين كيشدو شي واحد كيتكرفصوا عليه. بنتي حاليا عندها 14 سنه، يعني تلقاو لها قدام باب المؤسسه هي وجميع الصديقات اللي معاها، ويعني وخداو ليها يعني تكرفصوا عليها، ضربوها عذبوها، راه تشقات من عندها التشقق تحت الابط ديالها، مضروبه في عنقها، عندها مضروبه في الراس، دايره السكانير، مني طاحت هي مسكينه كتقاوم، ما خلاتهمش يخونوا ليها، بقاو طيحوها في الارض وبقاو تيشتفوا عليها قدام الملأ قدام باب المؤسسه. والغريب في الامر بان الجهه ديال عين الشق ما تيتحركوش معنا، حنا فعلا عايشين في الامن والامان، والله يخلي لنا سيدنا، والله ينصر لنا سيدنا، والله يخلي لنا جميع المسؤولين الكبار ديال الامن. الحمد لله ما عندناش ظاهرات بزاف ديال الارهاب، تندخلوا لديورنا وسادين علينا. هانتوما كتشوفوا هذا العاد ديال الجائحه وديال كورونا، يعني الناس في الامن والامان، ولكن جهه ديال المدارس العموميه والمدارس الخاصه والسيكتور ديال عين الشق اللي ولينا كنشوفوا بزاف ديال القتيلات وبزاف ديال التنمر ديال التلاميذ، راه مؤخرا وما كملش تشهر واحد قتل واحد من التلاميذ، والاخرين عاوتاني قتلوا بعضياتهم على درهم، عرى لي درهم ما عرى لي درهم واقف عليه، والدري اللي تعرضوا ليه في كاليفورنيا، الناس كلهم جهه ديال عين الشق. علاش ما كيديروش الخدمه ديالهم؟ علاش خصهم يوقفوا معنا؟ خصهم يناضلوا مع الاباء، خصهم يوقفوا معنا. الزميله نورا، بالنسبه انت كصحفيه قذره ومهنيه، كنتي هادشي تيكون عندك كخبر، والاحساس ديالك اليوم؟ الاحساس ديالي حسيت بالحقره، حسيت بالحقره وخرجت بوجه مكشوف، لان ثلاثه ديال الديكلاراسيون اللي كنديكلاريو وكنعطيوهم العناوين، تنعطيوهم تهديدات بالهاتف، تنعطيوهم بكل شيء، خلاو حتى تكرفصوا على بنتي، هذا محاولات قتل، ما بقاتش سرقه، وماشي غير انا اللي كنديكلاري، كيديكلاريو ناس اخرين كيمشيو تيقولوا لهم عاودوا رجعوا، يعني والشرطه المدرسيه خصها دير معنا شي حل، وحتى المؤسسه ديال المصله راه الاداره ما دايراش حل، غياب ديال شامل ديال جمعيات الاباء، ما كاينش واحد الحمايه قدام البيبان، ما كاينش بزاف ما كيراقبوش، كيدخلوا الوليدات حتى داخل المؤسسه ما تيقراوش، جايين من الدواور، جايين من الفوق، من دوار مكانسه، دوار مزابين، دوار شامه، دوار نبيل، يعني دايرين لهم واحد ترونسبور، هذوك تا هما هذيك الساكنه مساكن تا هما مكرفصين، لان كيضربوا عده كيلومترات باش يهودوا ولادهم هنا يقراوا، وكيضربوا عده كيلومترات باش يجوا، خص المسؤولين يديروا لهم حل، لا يصوبوا لهم مدارس، يصوبوا لهم سبيطارات، يصوبوا لهم مرافق، ما يخليهمش مساكن ضاربين ما عرفت شحال من كيلومتر باش يجيو هنا، في الاخر كيتعلموا كيبقاو، لان كيبقاو النهار كله هنا ما عندهم ما يدار، كاين اللي كيخرج من المدرسه، كاين اللي ما كيقراش اصلا في المدرسه، ومهودين بالماطر تيجريسيو لينا في ولادنا، ملي كنهضروا معاهم تيقول لك حنا كيوصلونا غير الجدارميه، حنا ما تيوصلوناش البوليس هناك تما، راه فوضى هذه، راك شتي مؤخرا في المكانسه كيفاش الفوضى تما، والوليد داير عمليه داير اوبيراسيون، ملي كيمشيو عند الجدارميه تيقولوا لهم الجدارميه والبوليس كيوليو يقولوا للناس ديروا الصلح، ديروا التسامح، ديروا كتبوا التنازل لبعضياتكم، واش انسان غير صافي الا كان قاصر ما عليهش الحكم؟ واش انسان الا كان قاصر وفوضاوي وهز السيوف ويتعدى على عباد الله في الزنقه وما كاينش شي قانون كيحمي لنا حقنا؟ ما عندكش الحق انت تقيس قاصر ولا تشدو ولا ديه، تيدوز في الاحداث تيقول قاصر ما عندناش ما نديرو ليه، الا غير شديتي وجبتيه البوليس يقول لك ما عندكش الحق، الا مشيتي غير عطيتيه شي تصرفيقه وعيرك ولا شاد عليك موس وقصتيه كتعود انت داخل الحبس، وراه خاص هذا القانون يتعدى، راه واخا قاصر الا داير شي حاجه خاصو حتى هو ياخذ الاعدام الجريمه ديالو. نورا، رسالتك لرئيس الحكومه والحكومه؟ رسالتي لوزير التعليم انه يشوف من هاد اول حاجه وزير التعليم، لان المدارس العموميه اللي قرينا فيها حنا وقراو فيها العظماء ديال المجتمع وقراو فيها الناس اللي كلهم ديال الشعب اللي دابا واصلين، قراو فيها مسؤولين وقراو فيها العظماء وقراو فيها الاطباء وقراو فيها الاساتذه، ما كانش هاد المدرسه العموميه بحال هكا، المدارس الخصوصيه راه فعلا كتاكل لحم الناس ولكن مزيانه لينا. انا وليداتي مني كانت عندهم 3 سنين وانا كنقرا في مدرسه خصوصيه، هاد العام بحكم الجائحه وب
بحكم كورونا يعني المدارس ذاك العام داروا فينا حاله خلصنا وكل شيء نجح وكل شيء بزاف الحوايج. اضطريت انا كجميع المواطنين المغاربه التهرب من هذوك المدارس الخصوصيه والفلوس اللي كتحطها بزاف وانسان غير واقف. قلنا راه كورونا هذا العام يعني رحنا كنا قرينا في مدرسه عموميه. كنوجه رساله لوزير التعليم بانه يشوف يراقب هذه المدارس يراقب المؤسسات يصيفط لجنه تراقب هذه الاساتذه وهذه الادارات تراقب جمعيه ديال الاباء. تنوجه رساله لرئيس الحكومه يشوف لنا هذا الشيء. وزير الداخليه يتدخل في هذا الشيء اللي الفوضى اللي كتطرق قدام باب المدارس وليداتنا كيضيعوا والقرقوبي والسيوفة والمخدرات اللي كتباع وبزاف ديال الاشياء ولا انسان كيتحرك. حنا الاباء عينا الناس كتدي وكتجيب وليداتها وكنبقاو واقفين حتى كيخرجوا وليداتنا واش حنا ما نصيفطوهمش. تنوجه رساله للامن المسؤولين بانهم يعني يشوفوا من حالنا خصوصا الجهه ديالنا ديال عين الشق راه فيها واحد الفوضى اللي كبيره حنا الحمد لله الامن ما كنشتكيوش من الامن. الله يخلي لنا المسؤولين والله يخلي لنا سيدنا والله يطول في عمر سيدنا. عايشين في الامن واحسن بلاد عربيه لحد الان اللي فيها الامن والسلم والامان. ولكن شرطه المدارس والشرطه اللي خاصه بهادشي ديال المخدرات وهادشي خصهم يمشيو ويراقبوا معنا يديروا معنا شي تضحيه ويديروا معنا شي مجهود. شكرا. شكرا.